قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند بزيارة إلى مركز عيسى الثقافي، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها معالي السيدة سوشما سوراج إلى مملكة البحرين. وقد أعربت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن سعادتها بزيارة هذا الصرح الثقافي والمشروع الحضاري المتميز، مشيدة بجهود جميع القائمين عليه، معبرة عن تقديرها لما يقوم به مركز عيسى الثقافي من دور كبير في إبراز الثقافة البحرينية الإنسانية وترسيخ التواصل الحضاري والثقافي بين مملكة البحرين ومختلف دول وشعوب العالم. وقدمت معالي السيدة سوشما سوراج بعض الكتب والمؤلفات حول تاريخ وثقافة جمهورية الهند كإهداء إلى مركز عيسى الثقافي، تعبيرا عن اعتزاز بلادها بعمق العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والتواصل الثقافي بين البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. من جانبه عبر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي عن خالص شكره واعتزازه بزيارة معالي السيدة سوشما سوراج لمركز عيسى الثقافي وإهدائه العديد من الكتب القيمة، مؤكدا على أهمية تنمية كل ما من شأنه دعم العلاقات الثقافية بين الطرفين وسبل تعزيزها، مستعرضا دور مملكة البحرين في مسيرة التسامح وانعكاس ذلك على معيشة الجالية الهندية واندماجها وتعايشها مع المجتمع البحريني في جو ملأه التعاون، مما ساعدها في المشاركة في التنمية الشاملة بمملكة البحرين، منوها بأن الجالية الهندية تحتفل هذا العام بمرور 200 سنة على إنشاء المعبد الهندوسي في المنامة.